أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى بنغازي اليوم، ونبدأ بالعناوين. تجدد الاشتباكات بمحور قنفودة، وميليشيات الكرامة تواصل استهدافها محاور بوسط البلاد. في ظل ازدياد عمليات الخطف في المنطقة الشرقية، اختطاف فوزي العقاب عضو المؤتمر الوطني سابقا على يد مسلحين بمدينة شحات. بنغازي اليوم يرصد آخر ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي. أهلا بكم. تجددت الاشتباكات العنيفة بمنطقة قنفودة بين مقاتلي شورى بنغازي وميليشيات الكرامة صباح اليوم. مصدر من المجلس قال للنبأ إن هجوما وصفه بالعنيف تشنه ميليشيات حفتر بجميع أنواع الأسلحة تنفذه القوات الخاصة الصاعقة وسرايا مساندة لها، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات وانفجار الألغام الأرضية. وأضاف المصدر أن الطيران الأجنبي المساند لحفتر يحلق بكثافة على مواقع سيطرة الثوار دون شن أي غرض. تواصل ميليشيات الكرامة استهدافها لمحاور بوسط البلاد بشكل متقطع بحسب مصدر من شورى ثوار بنغازي. هذا وكانت مجموعة تابعة لميليشيات الكرامة قد حاولت التقدم بمحور البلاد مساء أمس السبت، حيث اندلعت نتيجتها اشتباكات بعد الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مواقع سيطرة الثوار بشارع مصراتة، مشيرا إلى أنها لم تستمر طويلا حتى أجبرت المجموعات المهاجمة على التراجع بعد إصابة عدد منها حسب المصدر نفسه. أفادت مصادر طبية قناة النبأ بمقتل 4 من ميليشيات الكرامة في الاشتباكات التي وقعت بقنفودة منذ مساء أمس السبت. المصدر أضاف أن 8 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة الاشتباك وانفجار ألغام أرضية بمحور العمارات الصينية، ما سبب في بتر أطراف 2 منهم، مشيرا إلى أنهم ينتسبون لكتيبة القوات الخاصة الصاعقة وسرايا مساندة. ويشار إلى أن القوات الخاصة الصاعقة بقيادة العقيد أونيس بوخمادة تشن هجوما عنيفا منذ أيام لاقتحام مواقع سيطرة الثوار بقنفودة والعمارات الصينية. أفادت مصادر طبية في درنة وقالت إن مجلس شورى مجاهدي درنة تمكنوا من صد محاولة تقدم ميليشيات الكرامة بمحور الظهر الحمر جنوب مدينة درنة. وأضاف المصدر أن اشتباكات اندلعت عقب هذه المحاولة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أن قوات المجلس أصابوا آلية عسكرية لقوات الكرامة دون تأكد من وقوع ضحايا خلال الهجوم. وللحديث عن مستجدات الأوضاع في درنة ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤول الملف الأمني بمديرية أمن درنة العقيد يحيى الأسطى عمر. أهلا بك سيادة العميد. يعني بداية ضعنا في صورة الأوضاع الأمنية داخل مدينة درنة، كيف تبدو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا مكلف طبعا من قبل المجلس المحلي درنة، طبعا مجرد ما تكلفنا ووضعنا خطة وآلية للعمل. طبعا نعلم أن الأجهزة الأمنية كثرتها تتعدد الاختصاصات وتتداخل، فالأشياء اللي خدمًا في المواطن في مدينة درنة خليناها في استقلالية تامة، كالسجل المدني وكالمطافي والبطاقات الشخصية، هذه ما لناش علاقة بهم. جمعنا كل العمل في 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 عام في في عمل واحد، والحمد لله. يعني كي نشوف الإحصائيات بالمدن الأخرى ما عندناش لا قتل ولا عندنا اغتصاب ولا عندنا جرائم متعددة، نحن في هذه المدينة آمنة بأفرادها بآلياتها، ولكن نحن نواجه حصار مطبق. الحصار هذا نحن نعلم أن مدينة درنة مرت بمراحل سابقة، مرحلة تنظيم الدولة ومرحلة انتفاضة أهل مدينة درنة، والمرحلة الثالثة وهي معروفة ما بعد خروج تنظيم الدولة والسلبيات اللي نحن نعاني بها، وآخرها اختطاف
مدير السجل المدني درنا جريمته انه هو يوثق في الحياة وفي الموت في مدينة درنا باعتبار يصدر في شهادات ميلاده. نعم. طيب. نعم. قلت لي قبل قليل ان يعني الحياة داخل المدينة تسير بشكل طبيعي ولا توجد خروقات أمنية أو حالات خطف أو اغتيال أو قتل، يعني هل هذا يعني أن المؤسسة الأمنية باتت مفعلة تماما داخل مدينة درنة؟ يعني بالإمكانيات المتواضعة، مش مفعلة بالطريقة اللي أنت المثلى. طيب دعنا في الصورة أكثر. مفعلة بأقل الإمكانيات. نحن توحدنا في 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 محاربتنا في تنظيم الدولة باختبار ان نظام احياء. لو فكر الليبيين يشوفوا المثال اللي نحن ديرينه موضوع اسم الامن الذاتي لكل مدينة. الامن الذاتي لكل مدينة يبدا من المنزل بتاعك. نحن في محاورنا تعددا المحاور، مثلا على سبيل المثال نشوف بطبرق وابطالهم تعدد المحاور، لكن الهدف كان عندنا واحد في بطبرق اللي هو تنظيم الدولة بمحاور متعددة. كذلك نحن في مدينة درنا اللي كانوا المقاتلين والمتطوعين اللي بعدنا انتهى القتال في تنظيم الدولة ورجعنا للمدينة، نحن نعلم في حي جبيلة اللي كانوا يقتلوا معنا هضم عيون لنا هضم في بعض المواطنين يساهموا في عملية القبض. آخر الجرائم ان بعض الناس كيف بترية، نحن نعرف من يسمح في المجرم. ألفاظ متعددة جديدة حتى الشباب مش عارفينها، الكلمات الجديدة اللي متداول عند الشباب كلمة الهالت والفك ما عادش في كلمة سرقة. نحن نبحث عن اللي يشري بالمسروق. نعالجه حتى في الموضوع اجتماعيا معنا مدرسين بقى. نعم. طيب إذا هناك جانب اجتماعي الآن كبير في مدينة درنا وهناك محاولات اجتماعية ربما لتأمين المدينة، هل لك أن تحصر لنا عدد المراكز الأمنية المفعلة داخل مدينة درنا؟ لا، المركز هو مركز واحد، لكن بعض الخلايا طبعا نحن نعاني من في العمل هذا. لا. نعاني من حصار مطبق وتهديد، خاصة التهديد اللي على لسان استغرب ان على لسان اللي هذا منصبين عميد على بلدية درنا. تفاجأت به انه يهدد ويقول يختلطوا في الاوراق. كيف جماعه القبه ما زال عند تو مسكين ارواحهم. جماعه القبه معروفين من اللي فجر القبه، تنظيم الدوله، معلومات قديمه. اخر حاجه يحكي عليها حتى المجلس المحلي ووقف. نعم. حسابه ويفخر. عارف هل تعلم ان المجلس المحلي في مدينه درنا صرف مبلغ 90,000 ادويه خاصه ب ب ب ب لمرضى كلى؟ طيب. مرضى كلى هل تعلم ان نصهم من المناطق المجاوره؟ هل تعلم ان صرف 120,000 للمستشفى الواحده مده شهر ونص؟ هل تعلم ان المقبره من دفع لها ومن صينها للمجلس؟ طيب دعنا نعود الى الجانب الامني. نعم. سنتحدث عن الجانب الانساني في قادم هذه الحلقه ربما. ولكن يعني ما هي الامكانيات التي تودونها وتطلبونها الان للقيام بالمجهودات الامنيه وبالعمل الامني داخل المدينه على اكمل وجه؟ طبعا نحن بامكانيات متواضعه، المجلس المحلي ما قصرش معنا، مجلس الشورى حتى. ما هي طلباتكم؟ ماذا تريدون؟ والله انت تعرف، انت شوف المدن المجاوره كم عندها من سيارات وكم عندها من امكانيات وكم عندها من ملابس. نحن مدينه رانا محاصره. نعم. هل لديكم تواصل مع عميد البلديه المعين من قبل البرلمان؟ لا هو رافض انه يتعامل، قال ما نتعاملش مع مجلس الشورى. ومن يتعامل؟ مع من يتعامل اذا هو؟ هذا الله اعلم. هو قال. نعم. عندي ناس معينين ما اقدر. ليس لديكم علم؟ نعم. ليس لدينا علم. طبعا نعم. نعم تفضل. الموضوع اللي الانسان يستغرب فيه ان هذه المدينه جريمتها انها توحدت وضربت المثل الاعلى بالتماسك. هذه المدينه تمثل كل الشرائح. الهويه الدرنويه ما لكش عارف انت، لأنها تمثل منطقة القبة، منطقة مرتوبة، من الحرب اللي تو قائمة اللي هي بيحاولوا يخشوا الناس في بعضها. الدماء، نحن نطالب الناس إن تعرف وين ماشية.
يا اخواننا راكم انتم ماشيين في تيار معاش ينفك. انا نحذركم يا اخواننا انكم لغه الحرب هذه راهي نحن نفهمها وعارفينها في سياق موازي لهذه الحرب. هناك الان حصار على مدينه درنا، هناك حظر بحري مفروض يعني في منطقه معينه. الى اي مدى القى بظلالها هذا الحظر وهذا يعني الحصار على الجانب الامني داخل مدينه درنا؟ طبعا الحصار البحري الجديد هو الغايه والغرض المقصود به، ان ما فيش الا سفينه واحده هي اللي تجي عاده مصرحه لها ممكن من الامم المتحده اللي هي المازوت، فهم استبقوا الموعد نتاعها على اساس ان كيجي انها ممنوعه هذه منطقه بحريه ومنطقه، لكن موضوع الصيادين وكذا اهل البحر يعرفوا انه مش وقت صيد تو، هذا مثلا في الليالي وكذا، هذه الامور من ضمن الحصار على هذه المدينه. انا استغرب ان عميد البلديه وامر غرفه عمليه المختار ياجوا ويحاولوا ان يبوا كان هذه المدينه مش اي مدينه اخرى ليبيه، واستغرب الاستغراب الكبير من اعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكذا، كلهم صمت مطبق على اللي يصير في درنا. اتقوا الله في انفسكم. هذه الغرف الامنيه التي تسيطر الان ربما على ضواحي المدينه وتحاصر المدينه، الان وانت مسؤول عن الملف الامني داخل المدينه، كيف تبدو الاوضاع الامنيه؟ اتحدث هنا عن المناطق المتاخمة لمدينة درنا والمناطق الحدودية مع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها ميليشيات الكرامة، كيف تبدو الأوضاع الأمنية هناك؟ وكيف تعاملتم أيضا مع الهجوم الذي شن ضد مجاهدي درنا في هذا النطاق؟ والله نحن نتعامل مع المناطق المجاورة، لنا عندنا عمومة وعندنا أقارب وعندنا أخوال وعندنا كذا، عندنا اتصالات مباشرة وعندنا حتى معلومات على اي شيء بيصير لدرنا. الحمد لله في الناس الخيرين ما زالوا في خير، ان راهو اصلا او كذا في معلومات يجنا، ونحن مستعدين لكل الاحتمالات. لكن انا استغرب ليش تدق طبول الحرب بشماعه تنظيم الدوله، كل المعلومات اللي يحكوا عليهن هذين قديمه جدا، او واحد اعلام وهو تو يهدد، ومعلومات قديمه يا اخواننا. الو نعم سيد عمر، أنت في الاستماع. أذن راهي المعلومات قديمة، الغاية والغرض منهن اللي هو الفتنة بين درنا وجيرانها. راهو يا أخواننا راكم أنتم ماشيين في مؤامرة كبرى يا أخواننا. اتقوا الله في أنفسكم يا أخواننا. الناس اللي ساكتين على الحق راهو شيطان أخرس. شوفوا برنامج الاحتقالات، شوفوا برنامج اغتصاب الطفلة، شوفوا حرق الجثث، هذا راهو مش اخلاق الليبيين. شكراً يا اخوان، تداخلت الامور يا اخواننا. نعم، شكرا جزيلا لك العميد يحيى الوسطى عمر، مسؤول الملف الامني بمدينه درنا، حدثتني عبر الهاتف من هناك. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بنغازي اليوم، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية، ونبدأها من شحات، حيث أفادت مصادر محلية من منطقة الجبل الأخضر باختطاف عضو المؤتمر الوطني السابق فوزي العقاب وعضو هيئة التدريس بجامعة عمر المختار خالد سعد. ويعتبر الاثنان من أبناء قبيلة الحاسة في شحات، ويشار إلى أن عمليات الاختطاف في منطقة الجبل الأخضر تزايدت في الآونة الأخيرة، وتتهم أجهزة موالية لعملية الكرامة بالوقوف ورائها. أعلنت قبيلة القطارنة رفضها التام للاتهام الذي طال أحد أبنائها وهو العميد أحمد القطراني بخيانة الوطن، معتبرة ذلك في حكم الباطل. القبيلة وفي بيان لها أكدت أنها مسؤولة عن أعمال أبنائها من المدنيين والعسكريين، وأنها ترفض تخوينهم، مضيفة أن ما ورد في إحدى وسائل الإعلام بشأن تخوين أحمد القطراني جاء بدون وجه حق. هذا وطالبت القبيلة بتكوين لجنة للتحقيق في إظهار ما سمته بالحقيقة، مذكرة أنها منطلق عملية الكرامة والداعمة لها ولما وصفته بمعارك الشرف في بنغازي.
اختطف العميد عبد الله مسعود العبادي والعقيد اللافي العبادي من أمام فندق برجة بمدينة البيضاء. مصدر محلي من المدينة قال للنبأ أن تسجيلات كاميرات الفندق كشفت عن مجموعة مسلحة تابعة لأحمد غرور الحاسي قامت بعملية الخطف. وأضاف مصدر من المرج أن اجتماعا لقبيلة العبادي عقد بمنطقة جردس العبيد وانتهى بإهمال الكرامة أو إمهالها 24 ساعة لإطلاق سراح المختطفين، وإلا سيتم إقفال مطار الخروبة الواقع في منطقة قبيلة العبيدة. اعتقلت ميليشيات الكرامة 42 عنصرا من الضباط وضباط الصف التابعين لمعسكر الدفاع الجوي بمنطقة الرجمة شرقي مدينة بنغازي. مصدر عسكري من المعسكر فضل عدم ذكر اسمه أفاد النبأ بأن عمليات الاعتقال بدأت منذ 4 أيام بعد أن تم توجيه تهم الخيانة لهم، حيث تم إيداع المعتقلين سجن الشرطة العسكرية في الكويفية، مشيرا إلى أن 4 ضباط من منتسبي المعسكر نفسه تم اغتيالهم داخل بنغازي، منهم علي الشيخي وإبراهيم الدرسي. هذا وعلل المصدر عمليات الاغتيال والاعتقال بأن منتسبي المعسكر قاموا بإصدار بيانات ووثائق تم التوقيع عليها من الضباط يدينون فيها انقلاب حفتر على شرعية الدولة. المصدر قال إن الضباط وصفوا قائد ما يعرف بعملية الكرامة بقائد ميليشيا بعزمه السيطرة على المعسكرات. هذا ووزعت قوائم أسماء المواقعين على البوابات ونقاط التفتيش بالمنطقة الشرقية، وأعطيت الأوامر من حفتر بالقبض على جميع من بالقائد. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس لجنة الأزمة بنغازي بطرابلس تميم الغرياني، كما ينضم إلينا عبر الهاتف أحد ثوار مدينة بنغازي عبد اللطيف محمد، وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي والمهتم بالشأن الليبي مصباح الأورفلي. أهلا بكم ضيوفي جميعا، وأبدأ بالسيد تميم. سيد تميم، يعني كيف رأيت تزايد وارتفاع وتيرة هذه الحالات من الاختطاف؟ هناك فردين من قبيلة العبيدات خطفا في منطقة مدينة البيضة، هذا يتماشى مع تزايد وارتفاع وتيرة الاختطاف في المنطقة الشرقية عموما بعد بدء عملية الكرامة. السلام على رسول الله، نشكر قناة النبأ على التواصل المستمر مع الأزمة التي تغازل فيها. بالنسبة للوضع بالنسبة للاختطاف وعملية الاختطاف، هذا شأن خليفة حفتر. أي حد يعارض خليفة حفتر، أي حد يكون ضد خليفة حفتر، فما قال هو القتل والاختطاف. أريد أن أسرد بعض الحقائق بالنسبة لاعتقال 42 شخصية عسكرية من مدينة بنغازي. الموضوع كان كالآتي: عندما دخل حفتر إلى معسكر الدفاع الجوي في الرجمة، احترض الضباط المعسكر وتحديدا احترض عليه الضابط علي الشيخ، احترض عليه وعلى دخوله الى المعسكر. بعد كم يوم تم اغتيال العقيد علي الشيخي في محل المواد الغذائيه، محل يخص العقيد علي الشيخي في منطقه كيش، تم اغتياله بطلق نار. صديق علي الشيخي الان مهجر في مدينه طرابلس، لا اريد ان اذكر اسمه الان. اخبر اهل علي الشيخي العزاء ان الذي قام بقتل علي الشيخي هو خليفه حفتر، وانه هو المرتاد الثاني، وبالتالي ذهب الى طرابلس واستقر في مدينه طرابلس خوفا على حياته. وهو من شارك في بيان ضد اقتلاء خليفه حفتر معسكر الرجمه. نعم، اذا انت تؤكد الان ان من قام باغتيال علي الشيخي هو خليفه حفتر شخصيا. هذا بالدليل القاطع، يمكنهم ان يسالوا اهل علي الشيخي. اي حد طيب، متى واين وقع ذلك؟ تم القتل في منطقه الكيش عند محل مواد غذائيه، دخل عليه اثنان وتم قتله داخل المحل. ويمكن اي حد من بنغازي يتواصل مع عائله علي الشيخي ويتبين من الامر. علي الشيخي هو من عارض دخول خليفه حفتر لمعسكر الرجمه. قاموا باعداد بيان كامل منتسبي معسكر الدفاع الجوي ضد استلام خليفه حفتر. طبعا دخل خليفه حفتر بمنظور جهوي، ساعده بعض
سكان منطقه الرجمه والابيار للاسف هم ساعدوه لدخول هذا المعسكر. قاموا باصدار بيان ضد الاستيلاء. الان هدأت بعض الاوضاع العسكريه في مدينه بغادي، ترى المجرم انه يستهدف كل من شارك في هذا البيان، علما هناك من تقدم باعتذار لخليفه حفتر عن هذا البيان بعد ان قال المآل للاسف للمجرم خليفه حفتر في بنغازي. طيب الان وانت ربما لديك خلفيه على هذا الموضوع، عدد من تم اعتقالهم هم ما يقارب 42 ضابط وضابط صف وجندي. الاسماء موجوده عندنا سيدي، الاسماء طيب. موجوده عندنا اسماء. ما هي معلوماتك على هؤلاء؟ كلهم ضباط، كلهم ضباط في معسكر الدفاع الجوي، ضباط شرفاء. لا يريدون القيام العسكري، لا يريدون حكم العسكر، لا يريدون عوده نظام معمر القذافي، كلهم ضد هذا التوجه وهذا القلب. تم استهداف اي شخص، اي شخص يكون ضد معمر. يا سيدي هناك من قام بالثورة ومن ضباط شرفاء من 17 فبراير. طيب إلى أي نعم لا معلش صالح الحذيري يعرفوا كلهم في البحرية، شخص وطني شريف جدا جدا، ضابط تم استهدافه. أحمد البرغثي شخص في شرطة عسكرية من ضباط الشرفاء من قاموا بثورة 17 فبراير. الحاج حمد هدية حتى هو نفس الشخصية، كلهم ضباط شرفاء. من عادل الطواحلي من الفلية من قاعدة بنين الجوية، كلهم ضباط شرفاء تم استهدافهم، لم يستهدفوا اي شخص ثاني ولا يستهدفوا من الزف. تم استهداف الضباط الذين قاموا بثورة 17 فبراير. هم من مختلف القبائل الليبية ام انهم من منطقة معينة؟ نعم هؤلاء الضباط الذين تم اعتقالهم الآن وضباط الصف والجنود، هل هم من منطقة معينة محسوبون على منطقة معينة أم أنهم من كافة ربوع يعني ليبيا؟ في البرغثي هذا عبوري، في منهم مصراتي، في منهم يعني خليط من قبائل بنغازي، مكونات مدينة بنغازي، كلهم خليط من مكونات مدينة بنغازي، يعني من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، يعني تم اغتيالهم. طيب ما 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 هي ردة الفعل الآن من الأهالي من القاطنين بالقرب من هؤلاء؟ هل كانت هناك ردة فعل موازية وحتى الآن بعدما أثير الموضوع من جديد؟ يا سيدي في بنغازي موضوع كبير جدا، في بنغازي طمع وخوف من يعني حتى هؤلاء الضباط أليس لهم ربما حتى ثقل قبلي؟ لا 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 لا, لا, لا تشكل قبليه اي شيء يا سيدي، قبليه تبرد من ابنائها في عهد معمر القذافي، كذلك هم الان تبروا من ابنائهم، ابناء شرفاء وطنيين مخلصين تبروا منهم. انا دائما اسرد في قضيه الدكتور محمد المقريف، الدكتور محمد المقريف عندما توفى والده ثلاث اشخاص في العزاء فقط فقير، تبروا من ابنائهم للاسف هذه القبيله. طيب سيد تميم نعم ما هي معلوماتك عن الضباط الآن؟ أين يتواجدون الآن؟ ما هي حالتهم الصحية مثلا؟ هل لديك أي معلومات؟ والله صراحة هل تم اغتيال أو تصفية بعضهم؟ لا توجد لدي أي معلومات بالنسبة بشأن الأوضاع الصحية للمعتقلين من الضباط لحد الآن يعني. نعم هل تم تصفية ربما بعض هؤلاء حسب المعلومات الواردة من والله هنا؟ والله وارد كل شيء مع خليفة حفتر، وارد خليفة حفتر في الشهادة كان يصفي بالضباط الذين معه، كان يصفي بالجنود الذين معه، إنسان دموي لا يتورع عن القتل أبدا. وعنده أذرع مثلا أحمد غرور، هذا معروف، هذا بالثابت بالدليل، وشهد شاهد من أهله، يعني شاهد عليه برجع عين أحمد غرور، يعني بالدليل الثابت أنه متورط في قتل ناس ضباط، متورط في قتل ناس شرفاء، وهذا بالدليل الثابت، يعني منهم فيهم، يعني هو الأسد ما طلع منهم فيهم يعني. طيب ابقى معي. السيد عبد اللطيف محمد هل أنت معي الآن؟ السيد عبد اللطيف؟ نعم اسمعوا. نعم عذرا على هذا التأخير. الآن يعني هذه الحادثة وهي كانت نتيجة لإعلان وثيقة من هؤلاء الضباط برفض دخول حفتر، رفضهم دخول حفتر لمعسكر الرجم. الآن هناك موضوع آخر الآن، اختطاف العميد عبد الله مسعود العبادي والعقيد لافي العبادي من أمام فندق برقة بمدينة البيضاء، وأنت ابن المنطقة الشرقية، يعني ماذا يعني لك هذا؟
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلنا ولا زلنا نكرر بأن مشروع الاغتيالات هو أحد أو إحدى الطرق التي اعتمد عليها خليفة بن قاسم حفتر لهيمنته على المنطقة الشرقية بل على ليبيا بأكملها. عملية الاغتيالات أخي الفاضل مرت بمرحلتين، مرحلة ما قبل عملية اللا كرامة وما بعد عملية اللا كرامة. عملية الاغتيالات عملية ممنهجة، عملية منتظمة، عملية ينفذها أفراد ظهر صيتهم وعرفوا بأسمائهم وكما يقال على عينك التاجر، لعل أشهرهم وأظهرهم المدعو أحمد غرور الذي قبض عليه فرج قعين في مرحلة ما وحقق معه واعترف بالاغتيالات وسرب مقطع من إحدى مربيع الأواجير في سي خليفة مربوعة النجم وتكلم فيها بالتفصيل فرج قعين عن تورط أحمد غرور في الاغتيالات وسماهم بالاسم وأحضر الكاتم كاتم الصوت من السيارة. من هو أحمد غرور ولمن يتبع وهذه المجموعة المسلحة التي تتبعه لمن؟ يتبع خليفة بن قاسم حفتر مباشرة أحمد غرور من قبيلة الحاسة من مدينة شحات، هو المتورط في خطف الصديق الغيثي ابن قبيلة العبيدات وأحد أبناء شيوخ قبيلة العبيدات المعتمد عليهم. كيف رأيت موقف هذه القبيلة قبيلة العبيدات بعد أن خطف أبناؤها الآن؟ والله هناك اجتماع الآن في مدينة أو في قرية المرج يتباحثون هذا الموضوع. هو الحقيقة لو قارنا المشهد حاليا بمرحلة سابقة هناك تطور وهناك صحوة في المنطقة الشرقية على مستوى القبائل وعلى مستوى أهالي المنطقة الشرقية في موضوع الاغتيالات. موضوع الاغتيالات أصبح حالة لعل آخر اغتيال هو محاولة اغتيال حامد بالخير قبل ساعات، ممكن 8 ساعات 9 ساعات، محاولة المدعو حامد بالخير أحد أذرع الله كرامة في بنغازي ممكن في منطقة منجوري قبل 8 ساعات، محاولة اغتيال فراج البرعسي، محاولة اغتيال البرغسي، محاولة اغتيال بالخطبية وغيره. هناك اجتماع في قرية المرج الآن لقبيلة العبيدات في منطقة تسمى منطقة جردس العبيد، يعني هم أمهلوا الآن عملية الكرامة 24 ساعة لإطلاق سراح هؤلاء وإلا سيتم قفل مطار الخروبة الواقع في منطقة لقبيلة العبيدات. هل تتوقع أن تستمر هذه المباحثات والمشاورات دون أن تسفر عن أي جديد؟ هل تتوقع أن تقفل قبيلة العبيدات فعلا هذا المطار؟ والله الجزم لا يستطيع أحد الجزم، لأن الحقيقة قبيلة العبيدات أوذيت من حفتر لعل اختطاف بالخطبية وما أفصح عنه من هو بالخطبية في 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 قبيلة العبيدات يعني مر بكل هدوء، ربما أغلق الطريق في وقتها 3 أيام أو 4 أيام ثم سكنهم حفتر بطريقته الخاصة. نحن متفائلون جدا بتحرك قبائل المنطقة الشرقية ونخص بالذكر قبيلة العبيدات، قبيلة البراعسة، قبيلة العواقير. هذه القبائل الثلاثة على مستوى التاريخ كان لها دور كبير ودور فعال. هذه القبائل الثلاثة لو تفطنت لمشروع حفتر وهو أمر أصبح ظاهر للملأ يعني يسألوا. نعم، ولكن هذه القبائل الآن أصبحت مستهدفة من قبل خليفة حفتر شخصيا، يعني قبيلة العواقير وأحد أبنائها المهدي البرغثي، فرج قعيم، أيضا قبيلة البرعصة مستهدفة في ابنها فرج البرعصي، والآن قبيلة العبادي بعد اختطاف فرج بن الخطبية في الفترة الأخيرة، الآن اختطاف أيضا فردان من هذه القبيلة. هذه القبائل كانت داعمة بشكل كبير لحفتر ولعملية الكرامة. الآن يعني كيف ترى ما يفعله حفتر الآن تجاه هذه القبائل؟ نعم، هو للتصحيح من تم اختطافهم اليوم واحد تابع لقبيلة العبيدات والآخر تابع لقبيلة العبيد. قبيلة العبيد هل هو العقيد اللافي أم أنه مسعود العبيدي؟ والله يا أخي لا أذكر، لكن أحدهم عبيدي والآخر عبيدي، هناك فرق.
العبيد نعم وانت ادرى نعم موطنهم موطنهم جردس نعم ممكن شمال المرج وقريب من المرج جردس العبيد وهي قبيله مجاهده جدا وقبيله العبيد يعني كان لها دور تاريخي كبير ضد الطليان وتكلم عليها قرسياني واكثر من ارخوا احفاد سعيد الجربوع العبيد يعرفون نعم. من هو احفاد من هم من هو سعيد الجربوع طيب. احد مثلا مجد الشورى عمر المختار واكبر قيادات يعني المجاهدين بالنسبه للاغتيالات اخي الفاضل والخطف والاغتصاب والتعذيب اصبح امر لا يحتاج لبرهنه اصبح يعني قبل 16 اشهر سنه الموضوع فيه نوع من الغموض لكن حاليا الجميع يعني تفطن لمشروع الخطف والاغتيالات قصة صلاح هويدي يعني عندك علم أن حفتر رفض مقابلة صلاح هويدي بعد أن تم تكليف صلاح الخفيفي بدلا عن هذه محاولة لضرب الأواجير ببعضهم الاغتيالات أيضا طيب. في هناك اغتيالات جماعية بالله عليك هناك اغتيالات جماعية عندما ينسحب أو تنسحب كل الكتائب من الإمارات 12 وتترك كتيبة بوخمادة وكتيبة جمال الزهاوي لتلاقي مصيرها ولتدفن كل يوم 6-7 قتلى هذا اغتيال جماعي طيب. كتيبة 106 مجحفلة وكتيبة 123 كتيبة 146 التابعة لأبناء حفتر وأبناء عمومته حاليا موجودة ومركونة تأكل وتشرب وتتدرب فقط لتتولى زمام الأمر بعد إتمام عملية الاغتيال الجماعية لكل الكتائب ولكل المجموعات والسرايا التابعة لقضايا البرقة. شكرا جزيلا لك السيد عبد اللطيف محمد أحد ثوار مدينة بنغازي حدثتني عبر الهاتف وأيضا الشكر موصول لرئيس لجنة الأزمة ببنغازي بطرابلس تميم الغرياني. فاصل قصير مشاهدينا ونواصل بنغازي الأخيرة فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من بنغازي اليوم ينضم إلينا الآن الصحفي عبد الحميد الأحصادي أهلا بك زميلي عبد الحميد وماذا لديك اليوم؟ أهلا بك علي تحية ليك وتحية لمشاهدي قناة النبأ كيف حالك اليوم؟ الحمد لله حالك أنت باهي والله اليوم محضر لك مفاجأة يعني أنا بصراحة محضر مشاهدي قناة النبأ معنا يعني حاولنا اليوم نغير جو شوية بعيد عن يعني الفيديوهات دائما يعني تأتي بمثير للجدل اليوم جو خفيف كي مع فؤاد الجريتلي الفنان والمغني خلينا نشوفه على ماذا يتحدث فؤاد الجريتلي طيب يلي بتروبنت يلي بتدمرت يلي بيحاربت يلي بيشالف فوق يلي بينخطفت يلي بينقتلت يلي بتشحولت يا ليبي ما زرتوك وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخدنا منها وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخدنا منها كرنا بعضنا وصبينا بعضنا وجونا لحكومة وقالونا حكم 400 دولار حكم 400 دولار حكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار ال 400 دولار ديروها شربات رزقنا كليتو خمر في بطونكم خليتونا نحنوا بالهربة وحكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار حكم 400 دولار وحكم 400 دولار لا رابع 100 ريال 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 معش عارف نعم حميد موهوب هذا الفنان بصراحة الحقيقة يعني يختصر الكثير من المسجات ربما اللي نبغى نوصلوها للساسة واللي يعني الحق يعني يوكلوا في الليبيين أوهام
ويتاجروا بالقضية الليبيين للأسف الشديد. يعني فنان كيف الفنان فؤاد الجريتلي بكلمات بسيطة من غير ملحنين ولا شعراء ولا غيره تتضع مع الجيتارة فهمت علي وتطلع الكلمات بانسياب وتصل ويصل المسج للشعب الليبي وتجد الالاف من المشاركات ومن التعليقات ومن اللايك يعني فعلا فنان حقيقي قدر يصل للقاعده الشعبيه ويوصل من خلال هذه الاغاني الخفيفه المسج ربما ان شاء الله يسمعوا بس المسؤولين يتحدث وصل هذا حتى الفؤاد الجريتلي هناك نشره تسمى بنشرتكم في قناه الجزيره مخصصه للتفاعل مع من هم على وسائل التواصل الاجتماعي وخصص وقت كبير لفؤاد في صحيح هذه النشرة صحيح شفناه مع بعضنا علي قبل البرنامج الحقيقة هنا فؤاد يتحدث عن 400 دولار الكبير اللي وعد بهم طبعا الأيام اللي فاتت المفروض نزلت من يومين اليوم للتوى ما فيش حاجة يعني فالأغنية هذه طازة يعني توى لحنها ونزلها فؤاد الجريتلي وايضا ربما ما بين ال 400 دولار الكبير وال 2000 دولار بتاعت خالد شكشك ديوان المحاسبه هناك تساؤلات كثيره هل هي فعلا ابر مسكنه للشارع حتى لا ينتفض او لا يتحدث عن مرار العيشه اللي خلونا فيها فهمت علي وشويه والله شويه يا فؤاد الكلام فيهم بي 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 سواء بالكلام ولا بأغاني ولا بأي أسلوب الجميع لابد أن يعبر عن استياءه من الأوضاع الحياتية والمادية والأوضاع العسكرية والقتل ولا فعلا قال قتل وخطف وسرقة ودم في الشوارع ب 400 دولار هذا اللي هو هذا موجود في ليبيا ب 400 دولار هناك فيديو آخر حميدة ليس كذلك لدينا الفؤاد جريتلي أيضا اليوم نذهب لفؤاد جريتلي مرة أخرى تعادي تعادي تحكم فينا هنادي تعادي تعادي تحكم فينا هنادي طول عمرك يا بلادي للبرانية تعادي تعادي تبرى زيد غادي تعادي تعادي قسموا باعوها فرادي ما عناش الروح معهم لجنبية تعادي تعادي تحكم فينا هنادي تعادي تعادي تحكم فينا هنادي طول عمرك يا بلادي للبرانية تعادي تعادي تبرى زيد غادي تعادي تعادي قسموا باعوها فرادي ما عناش الروح معهم لجنبية مزريطة صليطة حكم الناس العبيطة حطونا في برويطة لعبوا فينا خريطة مزريطة صليطة حكم الناس العبيطة حطونا في برويطة لعبوا فينا خريطة مزريطة صليطة حكم الناس العبيطة حطونا في برويطة لعبوا فينا خريطة مزريطة صليطة حكم الناس العبيطة حطونا في برويطة لعبوا فينا خريطة تعادي تعادي تحكم فينا هنادي تعادي تعادي تحكم فينا هنادي 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 نعم حميد هنادي هي طبعا مستشارة أردنية هنادي العماري هي مستشارة أردنية لفتح المجبري عضو المجلس الرئاسي نعم انتشار هاشتاج كبير على حكومة هنادي وهي فعلا مستشارة أردنية لفتح المجبري عضو أو في هي اليد اليمنى للفتح نعم وهي في بعثة الأمم المتحدة في وهناك مكالمة مسربة تسربت يعني الأيام الماضية مع محمد قشوط وهو الرئيس السابق لاتحاد طلبة طرابلس للأسف الشديد تعده بمناصب وتتحدث عن أنها لها السلطة ولها اليد الطولة على فتح المجبري والبعض السياسيين في حكومة الوفاق وتتعين واختيار الوزراء نعم المكالمة بالتأكيد الليبيين ربما اللي يسمعوا بها نادي لكن مش عارفين القصة اللي وراها هي أن هنادي تعطي في الترشيحات وهي لمن لم يرى هنادي هي سيدة ليس الوزراء
جميلة وليست فائقة الجمال. نعم يعني. ولكن هي أردنية يعني لها نفوذها في في يعني في حكومة الوفاق وأيضا في البعثة الأمم المتحدة من بداية الثورة ربما. فعلا السؤال هنا من يقف وراء هنادي وما هي الأجندات التي تمرر من خلال الأجانب كيف ما قال الفنان فؤاد لقريتلي من خلال هذه الأغنية ما عندناش معهم الروح الأجنبية اللي هي الأجانب ما عندناش روح معهم للأسف الشديد تلقى الفلسطيني في بعثة الأمم المتحدة وتلقى وغيره وغيره مع احترامنا لهم ولكن هذا ملف ليبي المفترض تقف عليه الايادي الوطنيه الليبيه بعيد عن الهنادي الخارجيه وفتح الجريت وفؤاد الجريت نصل الى ختام بنغازي اليوم. مشاهدينا الكرام تصبحون على خير. يلي بتروبت يلي بتدمرت يلي بحاربت يلي بشالف حوك يلي بنخطفت يلي بنقتلت يلي بتشحورت يلي بما زرتوك وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخ دنا منها وبعد سنين هذه كلها سياسة شنخ دنا منها كرنا بعضنا وسبينا بعضنا وجونا لحكومة قالونا حكم 400 دولار حكم 400 دولار حكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار ال 400 دولار ديروها شربة رزقنا كليتو خمر في بطونكم خليتونا نحنو بالهربة وحكم 400 دولار وحكم 400 دولار وحكم 400 حكم 400 حكم 400 دولار حكم 400 دولار وحكم 400 دولار لا ربي يا مية بيت 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 ما عرفت حتى نقول 400 دولار